يوماً ما قيل إنها لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا برداً على الأكباد. أكمل الشاعر حليم دموس قوله بأنها ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. الحديث هنا عن اللغة العربية التي تعيش أياماً صعبة بحسب تقرير بريطاني نشر في صحيفة إيكونومست. التقرير يقول إن اللغة العربية باتت اليوم مهددة بالاندثار، خصوصاً وأن الشباب العربي أصبح يستخدم اللغة الإنجليزية في محادثاته اليومية على حساب لغته الأصلية. عموماً أسباب تهديد اللغة العربية كثيرة، سنتعرف على أبرز هذه الأسباب مع علاء سرحان. لك يا علاء. كثيرة هي الأسباب التي أدت إلى تراجع اللغة العربية كما يؤكد خبراء اللغة، ولعل أبرزها الانتشار الكبير للهجات العامية بين الدول العربية التي تتعرض للكثير من التغيرات وتدخل فيها الكثير من المفردات الجديدة. أيضا وسائل الإعلام العربية التي أصبح الكثير منها غير مهتم باللغة، ما أثار وأثر بشكل واضح عليها. كذلك تراجع تعليم اللغة العربية والتفات ذوي الطلاب للاهتمام باللغات الأخرى على حسابها. من الأسباب أيضا صعوبة اللغة العربية مقارنة باللغات الأخرى وعدم وجود وسائل تبسيطية لتعليمها. أخيرا الاهتمام باللغات الأخرى لا سيما الإنجليزية على حساب اللغة العربية نظرا لمتطلبات سوق العمل. في الاستوديو ينضم إلينا أستاذنا الزميل محمد أبو عبيدي. سعد صباحك محمد، نور الاستوديو. أستاذ ونص. لا لا لا، زملاء نحن. وصباح الخير نادين، صباح الخير سهام. يسعد صباحك وشكرا على هذه الإضاءة على الموضوع، وإن كان من المفارقة موضوع عن اللغة العربية في يعني مجلة إنجليزية. طيب هل نسألك يا أبو عبيد، وجودك معنا إضافة للبرنامج. طيب محمد، اليوم تقرير الإيكونوميست يقول أن اللغة العربية إلى الاندثار، على أي أساس بنيت هذه النتائج أو هذه التوقعات؟ لا أعرف إذا قالت إلى اندثار أو يخشى عليها من الاندثار. يعني خلينا نفرق بين الحالتين. مهددة بالاندثار. مهددة قد تكون بالاندثار، وليس يعني هناك جزم بأنه إلى اندثار. أنا طبعا يعني أوافق في بعض ما جاء في التقرير وأخالف في بعض. أنه نتحدث عن وجود مخاطر محدقة باللغة العربية موجودة. يعني اليوم اطلعوا على الإملاء، حتى على الإملاء كوارث، حتى يعني بتتحدثي عن مواقع إعلامية تجد الأخطاء الإملائية كارثية فيها. الحديث أيضا يعني إذا تحدثوا أو كتبوا بهذه اللغة الفصحى، لأنه إحنا مضطرين أنه في الإعلام، في الخطابات الرسمية، في البيانات الرسمية، لا نتعامل إلا باللغة الفصحى. بوجود هذه المنابر التي ما زالت تحافظ على اللغة الفصحى على الأقل نظريا، لأنه هناك في أخطاء قاعدية ونحوية، هذا يجعلنا في حالة طمأنينة أنه لا، لن تكون اللغة العربية في اندثار. زيدي إلى ذلك، اليوم إذا بتسمع الأغاني حتى، يعني اليوم كم من الشباب يعشقوا أغاني كاظم الساهر باللغة الفصحى. إذن ما زال هناك حالة عشق لدى الشباب، يعني لا أتحدث عن الجيل اللي أكبر من الشباب، حالة عشق لهذه اللغة الفصحى. ولكن العلة آين في كيف تقدم هذه اللغة. في يعني ما زلنا نتعامل في منهجية تقليدية قديمة، أخافت الطالب من موضوع اللغة الفصحى، طريقة التدريس، الطريقة اللي توضع فيها، احتكار هذه اللغة من قبل فئة معينة مثلا من الناس. ناهيك عن مسألة كتب النحو اللي ما زالت تتبنى النصوص التي جاءت فيها كتب النحو. يعني في تعقيدات، في تعقير في كيفية شرح اللغة. هذا اللي جعل الطالب
أو العربي على نحو عام في أنه ينأى أو يشعر في حالة نفور من هذه اللغة. يعني حتى أثناء هذه المقابلة الآن مباشرة محمد أبو عبيد مصر على التحدث باللغة العربية الفصحى بشكل كامل، أقل من الفصحى بقليل يعني على أنه برنامج صباحي كمان رغم ذلك. طب محمد، يعني أنت تسير مثلا وأنت تتحدث باللغة العربية الفصحى، ألا يثير ذلك دهشة واستغراب لدى البعض في زماننا هذا عندما نتحدث بلغتنا الفصحى 100%؟ لا، ما هو كمان في نقطة مهمة، طريقة الفصحى من النقاط اللي كيف جعلت الإنسان يشعر بأنه ثقيلة. مثلا خذ المسلسلات التاريخية، الطريقة اللي يتحدث فيها يعني، لا في تلك الأيام كانوا الناس مثلنا يعني، يعني حتى عندما كانوا يضحكوا في هذه المسلسلات يعني لا يعني حتى لو كان يتحدث الفصحى، مثلا تخيلي لو نحن نعيش في ذاك هذا، ومزحت معك مزحة أقول لك مثلا تخيلي يا نادين لو كنا في ذاك الزمن كنا نضحك بهذه الطريقة. يعني حتى طريقة الضحك وضعوها في قالب جامد. طيب محمد، اليوم الإحصاءات تبين أن شبابنا المراهقين الأصغر من 15 سنة يفضلون اللغة الإنجليزية ولغات أخرى على حساب لغتنا العربية، هل بسبب عدم وجود وسائل تبسيطية ولغتنا العربية صعبة ومعقدة، أم أن مواقع التواصل اليوم التي يحبها هؤلاء الشباب تفرض لغات ثانية؟ ثقافي أولاً. يعني أعطيك مثال، لماذا اللغة الإنجليزية التي تسود ويشعر الشاب أنه كما يقال في لهجتهم ولو يعني مصطلحاتهم كول صحيح يعني مع اعتذاري، انه لانه اللغه الانجليزيه الغزو، امريكا الان في منتجاتها غزت العالم بس يعني حتى الوجبه كول بالعربيه، يعني في كلمات انه بتحتاج مثلا هيك لا توصف. انا اقصد انه لما بيتحدث انجليزي انه بيشعر حاله شو كول بالدارج اقصد انا بحكي لانه انه هاي انا يعني مختلف حتى الإنجليزية الركيكة يعني كمان يعني ليست الإنجليزية المتينة القاعدية. أنا مثلا إذا بتسأليني عن اللغة الإنجليزية ما زلت أفضل مثلا اللهجة البريطانية يعني الإنجليزية البريطانية لا حتى يعني في عصرنا اليوم يعني بفضلها أكثر. ففي نوع من الغزو الثقافي اللي ساد، يعني لو كانت مثلا الآن أقول ألمانيا هي العملة التي تسود وهي الاقتصاد الذي يسود وإلى آخره، ستجد أن اللغة الألمانية التي تسود، لكن عندما بتشوفي أنت كل شبكات التواصل الاجتماعي أغلبها من وين؟ من أمريكا يعني صح. اليوم من جديد في تيك توك وبلشت بعض الشبكات اللي تنافس، فحتى طريقتهم في يعني في نحت مفردات جديدة يعني اليوم مثلا في كلمة نحتت جديدة اللي هي مثلا دي بلاتفورم، يعني انه بدل ما عمل لك ريموف لحسابك دي بلاتفورم، واعتقد واحد من الاشخاص اعتقد ايلون ماسك اللي بلش يستخدمها، هذا الذي شكل خطر على موضوع اللغة العربية. المسألة الاخرى وهذه يجب الا نغفلها، وجود عائلات يا جماعة، عائلات بيفخر انا ابني ما بيحكي عربي منيح انجليزيته اقوى. طب أنا ما شفت مثلاً عائلة ألمانية أو سويدية بتفخر أنه أنا ابني ما بيحكي سويدي منيح، سويديته مكسرة بيحكي إنجليزي. طيب أنا لست ضد أنه الإنسان يتعلم لغات، أنا شخص أتمنى لو أجد كثير من اللغات، لكن ليس على حساب لغتي، لكن هناك لوم آخر يقع كما قلت على الوسائل أو الوسائط اللي عليها دور منوط فيها تحافظ على اللغة. وسائل الإعلام واحدة منها، حتى اليوم التهاون في النشر، التهاون في النشر اليوم لما بتروحي على المكتبات بتشوفي مثلا روايات قصائد، طب كيف لقصيدة أن يكون فيها أخطاء نحوية وتكسير؟ طب محمد شو في هيك جملة تعطينا إياها هلأ مباشرة على الهواء عربي أصيل في الختام، أو تسألنا هيك تختبرنا أنا وسهام؟ يعني لا يوجد اختبارات في واقع الحال، لكن أنا ربما يعني أسأل سؤال، ما الذي كان يخيفك من موضوع القواعد في المدرسة؟ أنا من الناس كانوا يحبوا القواعد، حب أنه يمكن ما فيش فيديوهات تبسيطية مثل ما بتعملها هلأ في السوشيال ميديا. هذه نقطة من الجيد إذا كان معنا نصف دقيقة، كيف ساعدت وبكل تواضع في تحبيب الكثير من الذين يتابعونني على شبكات التواصل في موضوع اللغة العربية؟ ظهرت لهم أولا في لباس عصري، يعني في قميص مورد ومزهر، يعني من قال إنه اللغة العربية؟ يعني حتى في البدايات كان بعض التعليقات أعتقد أخ محمد لباسك لا يتناسب مع موضوع اللغة العربية. نعم، يعني من الذي وضع قاعدة أنه لا يتناسب؟ ثم الطريقة، طب أتحدث في الوندا بالفصحى. لكن من أجمل التعليقات التي كانت تصل،
يا ريت كنت أستاذي في المدرسة وأصبحت الآن أقلد على شبكات التواصل. إذا اطمئنوا بالنسبة إلي لا أخشى عليها من الاندثار، أخشى عليها من بعض الحالات المرضية أن تصاب، ولكن لكل مرض علاج، وبالتالي ما دام هناك العاشقون لهذه اللغة فلا تخشوا عليها من الاندثار ولا تندثروا. وعلى فكرة الآن في حالة تصاعدية في الغرب لتعلم اللغة العربية وأصبحت في مراحل متقدمة، وأعتقد في المستقبل القريب يعني اليوم انظر إلى المتحدثين الرسميين بأسماء الحكومات الغربية كان دائما يستعينوا بالعرب، صح اليوم يستعينوا بمواطنيهم اللي يتحدثوا اللغة العربية. فهل ستندثر هذه اللغة؟ لن تندثر بوجود علاجات جميلة مثلك يا محمد. شكرا جزيلا لك. شكرا نادين، شكرا سهام.